حياكم الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبقنا اليوم سمك دينيس مع صينية الكبة. السمك يقدم مع الحمص ومع سلطة الطحينية. لتتبيلة السمك راح أحتاج لعصير ليمونتين، ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، ملعقة كبيرة ثوم مهروس، ملعقة كبيرة ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة خردل، ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة لومي، ملعقة صغيرة حبق. بحرك البهارات مع بعض، وهون بكون منطف السمكات. راح أحشيهم بخلطة البهارات من جوا، بتأكد إنه يكون واصلهم لكل مكان. بشرح السمكات من برا لحتى تدخل معي الخلطة لجوا كمان. راح أحط بقى الخلطة بالفتحات اللي عملتهم، ولازم تكونوا كريمين شوي بالخلطة حتى تحسوا بطعم البهارات فيها. بس تخلصوا تدهنوا السمكة من برا ببقية التتبيلة. قبل ما أشوي السمكة راح أجيب طحين، أحط عليه كمون، كزبرة، ملح، فلفل أسود، وثوم بودرة. بخلطه مع الطحين وبغلف فيه السمكة من جهتين. إحنا بالعادة بس نعمل سمك بنقليه بزيت غزير. بصراحة كتير الطريقة مزعجة وبتعب البيت ريحة، فالمرة هاي طبخنا بها المقلاية بحتاج شوية زيت، بصراحة طلع أطيب بكتير، فشكلنا راح نعتمد هاي المقلاية. تقريبا كل 10 دقايق بتكون تفتحوا على السمكات وتحتى تقلبوهم كمان عشان ما ينحرقوا معكم. وهيك طبخة السمك خلصت معنا لليوم. زي ما حكيت لكم بداية الفيديو، بتقدموها مع الحمص ومع سلطة الطحينية، بتطلع كتير كتير رهيبة. ممكن كمان تعملوا صوص، تخلطوا مايونيز وكاتشب وطحينية، بيطلع الطعم مع السمك خيال. طبقنا الثاني بحط الفيديو صينية كبة الغرق. راح تلاقوا العجينة تحت بالوصف. بس المرة هاي أخذنا نفس المكونات تبعتها وعملناها بصينية. أول شي دهن صينية البايركس بسمنة ووزعتها على كل الصينية. بعدها وزعت العجينة على كل الصينية ورتبت الأطراف. أنا هون استعملت 3/4 كمية العجين. الحشوة نفس اللي استعملناها حكيت لكم بالوصف اللي قبلها، بس انه ضفنا عليها بيضة مخفوقة عشان انه تمسك الحشوة على العجين. ضفت الحشوة على العجين ووزعتها. هلأ بدي افرد باقي كمية العجين. جبت خصير ودهنت عليه زيت، بعدها حطيت فوق الكمية اللي ظلت من العجين وفردتها، وخليت قبالي الصينية اللي حطيت فيها الحشوة قبل عشان احاول اخذ نفس المقاس. قد ما بتقدروا خلوها مربعة. الطريقة الأسهل عشان ما تتمزع معكم العجينة، تحملوها بنفس القصدير وشوي شوي بتشيلوها، وحاولوا ما تكون إيدكم قوية عشان العجينة ما تتمزع معكم. ترجعوا تشدوا عليها لحد ما تتأكدوا إنها لزقت بالحشوة. الخطوة هاي كتير بتسهل عليكم التقسيم بعد الخبز. إنكم تحززوها بالسكينة بس لا تقطعوا، بس مجرد تحسيز. بعدها بتزينوها بصنوبر وبتدهنوا الوجه بسمنة. بتدخلوها الفرن لساعة كاملة على درجة حرارة 170 درجة، وبتحمروها من فوق لحتى تاخد وجه بسيط. بس تطلع من الفرن بتغطوها ل5 دقايق حتى تطرق، بعدها بتقطعوها. هيك بكون وصفتنا خلصت لليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، واي سؤال اسألونا تحت بالتعليقات. ضلكم بنحكوا الحمد لله على النعم اللي عنا، وشكرا كتير لمتابعتكم، ويعطيكم العافية.